بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن الإنسان لا يخلو من هم ومن حزن ومن غم في سيره إلى الله تبارك وتعالى، ولكن المؤمن يعرف كيف يحول الهم والحزن والغم لما يقع له في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، يعرف كيف يحوله إلى هم محمود، إلى طاقة دافعة، نعم، إلى مزيد من البذل والجهد والعطاء والتضحية والفداء. وليس هذا إلا للمؤمن، أما من لم يكن على مستوى الإيمان فحينما يتعرض للهم وللغم وللحزن لا شك أنه يثبط ويحبط، بل ويقعد، بل ويصاب بالهلع والجزع والفزع والقلق والخوف، وبالتالي يحبط أيما إحباط ويترك الواجبات والحقوق، نعم، ويستسلم للواقع المرير، وهذا أغلى ما يتمناه الأعداء وعلى رأسهم الشيطان. ولذلك العلماء يقولون ينبغي على المؤمن أن يتعرف دائما على الغم والهم والحزن من خلال ثوابت الشريعة، حتى لا يقع فيما يخطط له من أعداه من شياطين الإنس والجن. فنحن كما تعلمنا من منهجنا المبارك أن الحزن على أمر قد مضى أيا كان، خاص أو عام، وهذا إن لم يلتفت له يؤدي إلى القعود والإحباط واليأس إلى آخره، بل والله قد يؤدي إلى الانتحار والعياذ بالله تعالى، وهذا معلوم. وأما الغم فهو لأمر في المستقبل، ترى أمور تحدث من حواليك فتغم لحساب النتائج وما يتوقع، وهذا من الخطورة بمكان. إن لم تفهم هذا المعنى تحولت إلى كتلة من اليأس والإحباط وقعدت تفقد الأمل. أما الغم فقالوا على أمر واقع في الحال، في الحال والتو تغتم به، وهذا أيضا لم تنتبه له انفرط عقدك، كانت ردود الأفعال يعني غير منضبطة، حركتك العواطف، ارتكبك الجبن مثلا والخور، قد تفعل ما فيه السخط والغضب إلى آخر هذه المعاني. لذلك قالوا ينبغي على المؤمن وهو يسير إلى ربه تبارك وتعالى، هو الذي يعلم أنه محارب مستهدف منظور من شياطين الإنس والجن، أن يتعرف على هذه القضية جيدا، لأنها حتما واقعة وحاصلة مما يجري ويقع على الساحة. لذلك أقول كلكم يرى ويطالع،
هذا الهجوم الشديد الرهيب على ديننا وعلى نبينا وعلى المؤمنين من عباد الله عز وجل الصالحين. نعم محاربة لا مواربة فيها. قد يحدث هذا عند البعض أنواعا من الغم من الهم من الحزن لما وقع ولما يتوقع أن يقع ولما واقع الآن. ولذلك قد نفقد قدرات وطاقات وإمكانيات لكثير من أبنائنا لهم لا يعرفون هذه القضية. ولذلك لابد أن تطرح هذه القضية وتبسط ليتعرف المسلم في سيره الله عز وجل أنه ليس أكرم على الله من أنبيائه ولا من رسله، وليس أشرف على الله من أنبيائه ولا من رسله ولا من أتباعهم من الصلاح والأتقياء والورعين الذين تعرضوا لهذا بل لأشد من هذا، ولكن كيف حولوه إلى هم محمود حزن محمود غم محمود فحصلوا به الخير الكثير وأدوا به الأداء الأمثل الذي لا نظير له. في البداية قد تسأل أنت سؤال، وما سبب الهم والغم والحزن؟ غالبا ما يقع حينما تتعلق القلوب بالدنيا، حينما تركن القلوب إلى الدنيا، حينما نتنافس على الدنيا، حينما نرى أن الباطل قد اجتمع على قوس واحدة، لابد أن يحدث هذا. ولذلك قالوا إذا أدى إلى النتيجة العكسية الإحباط واليأس والقعود والهلع والجزع والفزع والقلق والخوف والاضطراب وترك الساحة والقعود بالكلية، قالوا هذا لا شك هم مذموم دل على أن هذه الشخصية ضعيفة في إيمانها، لا تعرف ربها ولا تعرف طريقها ولا تعرف الباطل الذي تواجهه ولا تعرف ما ينبغي عليها في مثل هذه الأمور. ولذلك نتحدث في هذه الساعة المباركة عن هذا الموضوع المهم في غاية الأهمية والله إخواني، حتى نوظف الطاقات والجهود والإمكانيات التوجيه الصحيح رغم ما يحاولون به أن يقعدونا بهذا المعنى العظيم. ولذلك أقول لكم تعالوا وانظروا معي إلى أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، إلى أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، كيف لما أصيبوا بالهم أو بالغم أو بالحزن كيف تحولوا إلى شعلة نشاط، وكيف عملوا بكامل الجهد والطاقة لم يدخروا وسعا ولا جهدا، وكيف كان هذا طريق للإتقان، طريق للتحدي، طريق للصمود، طريق للبذل، رغم ما كان يعني معهم من أمور تؤدي إلى كسر أي إنسان لم يكن مرتبطا بربه تبارك وتعالى. خذ عندك إن شئت انظر إلى نوح عليه السلام لما جهر بدعوته ودعاهم لتوحيد الله عز وجل وترك عبادة الأصنام والأوثان، أمر حق واضح أبلج، هاجوا وماجوا في وجهه وثاروا عليه واستعملوا معه كل الأساليب من السخرية والاستهزاء والطعن فيه والتشكيك في يعني رسالته وفي نبوته إلى آخر هذه المعاني، وسخروا منه سخرية عجيبة. فكانت هذه المعاني الإيمانية لما ذكر بالله ووضح له الطريق وبينت له يعني المعاني الصراع بين الحق والباطل، كيف كان رد فعله؟ ازداد في جهده، ازداد في طاقته، ازداد في عمله، بذل بذلا عظيما عليه السلام، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم استمر، علامة استمر دعاهم في الليل وفي النهار في السر وفي العلن، غير ونوع وجرب ولم يكف حتى انقضت هذه المدة التي لا نظير لها في الدعوة الله تبارك وتعالى. ألف عام إلا 950 سنة يدعو مصرا على ما هو فيه، حارب كل المحاولات لإصابته بالهم بالحزن بالغم، انتهى الأمر لأنه يؤدي رسالة وبشر فيها أنه سيصل إلى هدفه فمضى. انظر إلى الخليل إبراهيم عليه السلام لما دعا في قومه لعبادة الله وحده وترك الأصنام والأوثان الذين يصنعونها ويعبدونها ويصدرونها للناس، فثار وهاجوا في وجه مع يعني أنه منهم، وأنتم تعلمون أول من كان يقود هذه الحملة عليه أبيه. انظر إلى المعنى، كاد أن يتأثر، ولكن هذا الهم وهذا الغم مما حدث انتقل على وجه السرعة إلى حركة زائدة، انتقل عباد الكواكب فقابلوه بنفس المضمون، إلى النمرود بنفس المضمون، صمم وتنقل وحاول وتمالوا عليه وأخذوا قرار التحريق بتلك الوحشية التي تعرفونها. لم يؤثر فيه لأنه يعلم أنه صاحب رسالة، لم يكف ولم ينتهي، وحتى لما نجا من التحريق بفضل الله تبارك وتعالى وبعظيم يقينه على الله لم يقف عند هذا الحد محبطا أو يائسا، لا بل انطلق إلى بلاد الشام ومنها إلى مصر
وبعد ذلك في رحلته كما تعلمون يدعو الله عز وجل، لم يتوقف لم يتأثر بهذه المحاولات. انظر إلى موسى عليه السلام لما بعث إلى من؟ إلى من قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لا أريكم إلا ما أرى. وكانت المواجهة شرسة وشديدة ورهيبة، ولكنه ثبت وتحمل الأذى وصبر. يقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عنده رؤية وللرؤية هدف، ينتظر ويتحرك في اتجاهه لا يبالي بما يجري من حوله، يبذل ما في وسعه وما في جهده حتى وصل إلى هدفه عليه السلام. انظر إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لما أمر بالجهر بدعوته وصعد على الصفا وجمعه كما قلنا هذا مرارا، ولما بينه أتاهم نذير بين يدي عذاب شديد صاروا في وجهه تبا لك سير اليوم، لهذا جمعتنا ثم تملاوا على طمس هذا الدين وعلى محاربته بهجوم شديد رهيب لا يوصف ولا يقارن، ساحر كاهن مجنون إلى آخره كما تعلمون، مع السخرية والاستهزاء والتعذيب والبطش به وبأصحابه كاد أن يتأثر. فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاستمر، تحولت هذه المعاني الهم والغم والحزن إلى طاقة دفعته لمزيد من البذل، لمزيد من الحكمة، لمزيد من الإتقان، لمزيد من العمل، لمزيد من الحرص على تربية الرجال وأعدادهم في دار الأرقم وفي المرحلة المكية، حتى انطلق إلى المدينة إلى العالمية. ترك أمة بعد أن لم يكن لها ذكر ولا مكانة ولا قيمة ولا حضارة ولا ذكر بين الأمم. الله أكبر، بماذا تولد عنده؟ نعم، من خلال الهم والحزن، نعم، والغم الذي كان، إلى طاقة عظيمة دفعته في الاتجاه الصحيح فأدى هذا الأداء المميز، وعلم من الله عز وجل أن هذا أمر طبيعي يا محمد، لا يعرقلك لا يعطلك لا يثنيك لا يقعدك، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أمر طبيعي جدا، ولقد استهزئ برسل من قبلك. استمر ولا عليك. واستمر، واستمر الصحابة رغم هذا العناء الشديد في مكة وفي المدينة إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه، أزاحوا أقوى الأمم من على وجه الأرض كفارس وروم. الله أكبر. لذلك ينبغي عليك أيها الأخ الحبيب أن تستثمر هذا الهجوم الشديد عليك وعلى دينك وعلى نبيك وعلى ثوابتك على عقيدتك وعلى شريعتك من هؤلاء وهؤلاء. نعم، عليك أن تستثمر هذا ليكون طاقة تدفعك. لست أعظم ولا أكرم على الله من أولئك الذين حدث لهم ما حدث، لكن ينبغي أن توطن نفسك، نعم، وأن تسير في هذا الطريق بكل قوة لا تبالي. المهم أين أنت على خريطة العمل لنصرة الدين، تبذل ما في وسعك، تؤدي دورك على أكمل وجه. ولذلك قالوا من الهم المحمود، انظر، أو حتى الحزن أو حتى الغم المحمود، أن المؤمن يهم لما يرى الباطل يسيطر، لما يرى الباطل يتصدر، لما يرى الباطل يعلو، لما يرى الباطل يمسك بقبضة حديدية على مقاليد الأمور، لما يرى الباطل يبطش بالمسلمين، يسفك الدماء، ينتهك الحرمات، يدنس المقدسات، لا شك أن هذا يحزنني، يهمني، نعم، يصيبني بغم شديد. لكن أقعد؟ لا، لابد أن أقول ما دوري، ما المطلوب مني، ما هي طاعة الوقت الآن، ونتحرك في الاتجاه الصحيح. المؤمن يا أخواني معرض لهذا على طول الطريق، لأنه في دار ابتلاء، في دار امتحان، في دنيا، نعم، غدارة غرارة دنية لا تسوي شيء. أنت مبتلى بهذه المعاني في كل أحوالك، قد تصاب بالغم وبالهم أيضا وبالحزن. مثلا مثلا لانحراف ولد، أو لانحراف والد، أو لسوء خلق زوجة، أو مثلا لابتلاء من جار أو من رحم أو من رئيس في العمل أو من صديق أو ما شابه ذلك. أنت كمؤمن سرعان ما يزول عنك هذا، سرعان لما تنظر إلى الضوابط الشرعية تتخلص من هذا فورا ولا تتأثر به بفضل الله عز وجل، لأن الأمر بيد الله، عندك إيمان وعقيدة راسخة أنك مطالب فقط ببذل ما في وسعك، بالأخذ بكل الأسباب وترك الباقي على مسبب الأسباب وحده سبحانه وتعالى. معنى راقي، معنى جميل. انظر، قد تصاب أنت بالغم مثلا أو بالحزن أو بالهم لما تتهم وأنت البريء، لما تكذب وأنت الصادق، لما تخون وأنت الأمين، هذا وارد، أمر طبيعي جدا. الطعن والغمز واللمز، نعم، وسوء الظن، هذا أمر طبيعي من 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 سنن الصراع بين الحق والباطل. لا يؤدي هذا إلى قعودك وإلى غضبك لنفسك وإلى تركك لواجباتك أو إلى حقوقك أو إلى أدوارك المكلف بها شرعا، لا يجوز مهما قالوا ومهما فعلوا ومهما صنعوا.
لا تبالي، لأنك تعمل لله وأجرك على الله عز وجل، تنطلق في طريقك لا تلتفت لهذا المعنى كله. ولذلك معاشر الأحبة، الهم المحمود ينبغي أن يوظف، الحزن المحمود ينبغي أن يوظف، كله في طاعة الله تبارك وتعالى، يولد طاقة عندك عظيمة تدفعك إلى الأمام دائما. لكن الذي ينبغي أن نتكلم فيه وأن نلقي له مثلا الاعتبار وأن ننظر إليه بعين الاعتبار كما يقولون، وكيف أخرج من هذا لو حدث لي؟ العلاج الحقيقي للخروج من الهم من الغم من الحزن من أقصر الطرق بأسرع ما يمكن، حتى أوظف جهودي وطاقاتي في الاتجاه الصحيح، نعم لتعود بالنفع علي في الدنيا وفي الآخرة، لأنني حتما معرض لهذا حتى نلقى الله عز وجل. اسمعوا، من أعظم أسباب العلاج لهذا الهم الذي قد يتحول إلى هم مذموم يرديك وينحرف بك عن الطريق، أن تتعرف على الله عز وجل. تعرف على الله، تعرف على، قلناها مرارا وتكرارا، مهمة، هي أصل التوحيد. تعرف على ربك، على ربوبيته وعلى اسمه وصفاته، تعرف عليه أنه رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الدنيا بأسره لو اجتمعت على نفعك وعلى ضرك لا تملك لك من ذلك شيء، القضية بيد الله، الأمر فرغ منه، القلم قد جرى من قبل أن يخلق الخلاق بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى، القضية فرغ منها. فلا تنزعج، فلا تقلق، فلا تخاف، اطمئن اطمئن، تعرف على ربك، ستعلم أن الأمور جميعها بيده، هو المالك الخالق المدبر الآمر المعطي المانع الرافع الخافض المعز المذل المحيي المميت الرزاق سبحانه وتعالى. هذه معاني تعطيك قوة، نعم، فتجعلك فعلا واثقا في ربك موقنا به، كما كان الخليل لما ألقي وهو في طريقه إلى النار، ولما كان ما كان من موسى ورأوا فرعون من خلفهم والبحر من أمامهم إن لمدركون، قال كلا. هذا المعنى، معرفة الرب سبحانه وتعالى، يجعلك تقول كلا، لن يستطيع هدم الدين ولا تشويه سورة سيد المرسلين ولا تعطيلنا عن العمل لنصرة الدين مهما فعلوا، لأننا نثق أن الأمر بيد الله الذي وعد أنه سيظهر دينه على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كرهت الدنيا بأسرها، سيظهر ويسود ويقود. اطمئن أنت، لأنك تثق في رب عظيم في أسمائه وصفاته، أنه مطلع على خلقه ويعلم سرهم وجهرهم وقد أحاط بكل شيء علما. هذا يطمئنك على سيرك في الطريق إلى أن تؤدي الألوهية لله، العبودية لله، لا تخشى إلا الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني وهو متولد من المعنى الأول، طالما تعرفت على الله وعلى أسمائه وصفاته، إذن توكل عليه، توكل على الوكيل، اطمئن يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لأنك إن توكلت عليه وخذت بالأسباب المتاحة المباحة التي في وسعك وفي مقدورك، كفاك كفاك. أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده، يكفيك. من صره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. اطمئن، لا تقلق، لا تنزعج، تكلمنا في هذا بالتفصيل، استشعر هذا المعنى العظيم. فالإنسان حينما يتوكل على الله لن يتأثر لا بهم ولا بغم ولا بحزن إلا إيجابيا، يوظفه التوظيف الصحيح. ثالثا، حتى تنتبه ولا تتأثر بالهم والغم والحزن ويتحول إلى مذموم، تعرف على الدنيا، تعرف على الدنيا، الدنيا حقيرة غدارة غرارة، لا تساوي جناح بعوضة عند الله عز وجل، ولو كانت ما سقى الكافر منها شربة ماء. اعلم أنها عدو لك، متربصة بك، دار امتحان، دار ابتلاء، لما تعرفها والله لن تحزن على شيء ضاع فيها أو على شيء يتوقع أن يضيع فيها في المستقبل أو على أمر قد تضطرب فيه المقاييس والأمور في الواقع، لأنك فعلا على يقين أنها لا تساوي شيء، سواء أتت سواء ذهبت القضية عندك سواء، لأن قلبك معلق بالله، هي ليست في قلبك ولكن في جيبك أو في بيتك، لا بأس ولا حرج، لا حرج حتى لو كنت أغنى الناس، المهم ألا تكن في قلبك. تعرف على الدنيا ستهون عليك كل المصائب، لا هم ولا غم ولا حزن يؤثر فيك من قريب ولا من بعيد. أيضا من أعظم أسباب العلاج لهذا الهم ولهذا الحزن ولهذا الغم إذا ما بدر وبدا، اسمع، أن تقارن بين الأمر الذي أهمك وأحزنك وأغمك وبين ما أسبغ عليك من نعم ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. يعني إيش؟ انظر
أنت أصبت بهم وبحزن أو بغم في أمر من الأمور، قد يكون بسيط قد يكون صغير، أيا كان، في مال، في ولد، في أمر من أمور الدنيا، انظر إلى ما أنعم عليك من نعمه، إلى ما أسبغ عليك من نعمه، انظر إلى فضله وجوده وكرمه عليك، لا شك أنك ستهون على نفسك هذا الأمر. إن كان قد أخذ شيئا فقد ترك أشياء، هذا معنى راقي، معنى يهون عليك المصيبة، فلا تتأثر فتنطلق فتؤدي دورك كما ينبغي. قال وأيضا من أعظم أسباب العلاج، وهي من الأهمية بمكان انتبه لها، اسمع، قالوا تأمل جيدا وانظر بعين الاعتبار إلى الجوانب الإيجابية في الأمر الذي أهمك أو أحزنك أو أغمك. يعني إيش؟ أمر من الأمور أهمك، أحزنك، أصبت فيه بغم، لا تحسبوه شرا لكم وعسى أن تكرهوا شيئا، انظر إلى الجوانب الإيجابية، لا شك لن يخلو من خير، سيكون فيه خيرا كثيرا. كلكم تأثرتم لما هجموا على نبينا في المرة الأخيرة كالمرات السابقة، والكل تأثر بفضل الله تبارك وتعالى، لكن قلت لكم من على هذا المنبر أن هذا من رحمة الله بنا، أيقظ الأحاسيس والمشاعر بهذا الصنيع، انتبهنا لنبينا، عدنا لسنته، دعونا لها، انظر انتشر اسمه وانتشر خبره ودخل الناس في دين الله، وهم ماتوا بغيظهم لما أنفقوا هذه النفقات وأتت يعني بما لا يريدون، أتت عكس ما كانوا له يخططون، عملوا بنقيض قصدهم، فاستفدنا نحن من الحدث. انظر إلى المعاني الشرعية كذلك، حتى لو مات عندك أعز أبنائك مثلا، هذا أمر قد يعني يصيبك بحزن شديد، لا، عليك أن تتوجه إلى الله الذي أعطه والذي أخذ، والقضية تنتهي، القضية تنتهي. نعم، كما قال عليه السلام، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع على فراق إبراهيم، انظر، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، قضية منتهية، نحن عبيد، يعطي ويأخذ، يمنع، يرفع يخفض، يعز يذل، هذا أمره، أنت له عبد، لا دخل لك في كونه، أنت تريد أن تتصرف، أنت ترضى وتسلم، ولك الأجر والثواب، وإلا أنت سقطت لن تغير من قضائه وقدره شيء، بل عليك الإثم والعقاب والعياذ بالله تعالى. قالوا أيضا من العلاجات المهمة الواقية المستقبلية أن توطن نفسك على أسوأ الاحتمالات. يا هذه نظرة تشاؤمية، لا والله أبدا، هذه نظرة شرعية، وطن نفسك على كل الاحتمالات، أنت محارب، أنت مستهدف، ماذا سيكون، ماذا لو كان كذا، أسوأ الاحتمالات في نظرك، يضيع كل المال، يضيع كل الأبناء، تضيع الدنيا، تضيع النفس، في فدى الإسلام، في فدى نبي الإسلام، في فدى الدعوة، في فدى نصرة الدين، لا بأس، إيش المشكل، قضية تنتهي عندك. وطن نفسك على أسوأ الاحتمالات، إذا وقعت ترضى وتطمئن ولا تتسخط ولا تشتكي المولى لخلقه أبدا. بعض الناس يرى الولد يحبه، هذا أمر طبيعي فطري جبلي، ويستبعد أن يموت هذا الولد لو ما زال صغيرا في رعين شبابه، فإذا بالولد يموت تسمع كلمات التسخط والاعتراض وقد تصل حد الكفر والعياذ بالله تعالى. ليش يا جماعة؟ لأنه موطن نفسه أن الولد قد يؤخذ في أي لحظة، أنه وديعة أمانة عنده فقط، المال كذلك، المنصب كذلك، أي أمر من الأمور كذلك، أنت تعطاها ثم قد تسلبها في أي وقت، فلابد أن ترضى كما رضيت عندما أعطاك، ترضى عندما يأخذ منك، هذا هو دورك، أنت عبد لا دخل لك حتى في نفسك، انتبه للقضية. قالوا كذلكم أيضا من أسباب علاج هذا الأمر الخطير، الهم والغم والحزن حتى لا يؤثر فيك ويكون مذموما، من أعظم أسباب علاجه، اسمع، الدعاء، الذكر، الاستغفار. ماذا تقصد؟ قال وربط القلب بخالقه، ربط الأرض بالسماء، اعترف بالعجز والفقر والحاجة وطلب المدد والعون والتوفيق من الله تبارك وتعالى. اسمع إلى الدعوات، كان يعوذ عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، يتعوذ بالله عز وجل من الهم والغم والحزن والحزن، هذا شأنه، الأدعية كثيرة في هذا الباب. كان يكثر من ذكر الله، وكان يوصي أصحابه بالإكثار من ذكر الله، لما؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حل الهم والغم والحزن، القلب إن لم يطمئن شرد، طاشت، نعم التصرفات كردود أفعال لما في القلب، لكن لو كان القلب مطمئن لربه بذكر ربه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هادئ، ساكن، راض، محب، مخلص، نعم، خائف، راج، متوكل، مقبل، مخبت على الله،
لا يتأثر بالمرة بما يجري، لأنه يعلم ما هو دوره وما هو المطلوب منه. لذلك أكثر من ذكر الله ثم أكثر من الاستغفار، لأنك صاحب ذنب، لأنك صاحب معصية، لأنك صاحب تقصير، لأنك صاحب تفريط. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. لما تجد الهم والغم والحزن استغفر الله، هذا من جراء ذنوبك ومعاصيك أكثر من الاستغفار. استغفر ربك في كل أحوالك، هذا معنى فيه اعتراف بالذنب في حق الرب سبحانه وتعالى، طلب العفو، طلب المغفرة. هذا قد يمحو نعم الذنوب والمعاصي كما تعلم، وقد يفرج الكرب كما سمعت، وقد يفرج الهم كما بينت. إذن عليك أن تلجأ إلى ربك حال هذه الأمور مستعينا بالله، نعم، لتخرج من حالتك هذه إلى أن يكون هما حزنا غما محمودا يوجهك لمزيد من البذل، لمزيد من العمل، لمزيد من العطاء. كذلكم عباد الله، من هذه الأمور التي يعالج بها نعم الهم والغم والحزن، كما يقول العلماء، صحبة العلماء، صحبة العلماء الصلحاء الأتقياء. لماذا؟ قال الإنسان إذا كان مهموم ووجد في وسط قوم من أهل العلم، من طلاب العلم، من أهل الصلاح والورع، ذكروه بالله، نصحوه في الله، أخذوا بيده، خففوا عنه، ذكروه باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، بالحساب، لا شك هذه أمور تهون الموقف، تخرجك منه. أما إذا وجد في وسط قوم يندبون حظوظهم على الدنيا ويتسخطون ويولولون ويقولون ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى، شك القلب يمرض، القلب يتأثر. أنت بشر، أنت مدني بطبعك، قد تتشرب هذه الأمور، قد تسقط مع من سقط والعياذ بالله تعالى. فانظر في مثل هذه الأجواء أن تكون على مقربة من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل العلم والصلاح والتقى والورع ليعينوك على الخير. نعم عباد الله، انتبهوا لهذا الأمر فهو في غاية الأهمية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، من أعظم أسباب علاجات هذه المصائب التي قد تقع للإنسان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى من الهم والغم والحزن، الإكثار من العمل الصالح، بمعنى العمل بطاعة الوقت، أن تكثر من العمل الصالح بفرضه وبنفله المفروض منه والمسنون بشرطيه بالإخلاص وبالمتابعة. قد تقول وما العلاقة؟ أقول لك، الإنسان إذا كان في موقف هو فيه مهموم أو حزين أو مغموم لأمور تحيط به كما قلنا، إذا لجأ إلى ربه عن طريق الطاعة، عن طريق العمل الصالح سواء كان مفروض أو مسنون، لا شك هذا يخرجه من هذا الجو، يدخله على ربه في مقام الإحسان، فيترقى بنفسه، نعم يترقى بنفسه، ويحاول أن يربط قلبه بخالقه سبحانه وتعالى، فينسى فيطمئن فيخرج من مثل هذا الجو. لذلك قالوا من أعظم الأسباب العمل الصالح، أحسن علاج نقابل به هذه الهجمة الشرسة التي قد تصيب البعض بالغم بالهم بالحزن، أن نكثر من العمل الصالح. يعني نعمل في صمت ولا نلتفت، اعملوا في صمت ولا تلتفتوا، انطلقوا، حصلوا الخير، حصلوا العمل الصالح سواء مفروض أو مسنون، ستكونون في غاية السعادة وهم ينظرون إليكم في غيظ وحنق، لأنهم لم يؤثروا فيكم من قريب ولا من بعيد. هذا شأن المؤمن، كما قال تعالى ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. إيش المعنى؟ يعني إذا كنت حريصا على العمل الصالح من منطلق إيمانك، لأن العمل الصالح ثمر الإيمان وهو سبب الزيادة أيضا، ولا تلتفت لما يجري من حواليك، تعمل في صمت وتمضي في طريقك وتؤدي الواجبات والحقوق التي عليك، تحرص على النوافل، على المسنون، على المستحبات، لا شك ستحيا حياة سعيدة. وهل بالله عليكم تتوافق هذه المعاني؟ حياة سعيدة يكون فيها غم وهم وحزن؟ مش ممكن أبدا، مش ممكن. بماذا تفسر
هذا المعنى. المؤمن الذي يعمل الصالحات يعيش حياة سعيدة في الدنيا، حياة طيبة، اي والله حتى لو مات الولد، حتى لو ضاع المال، حتى لو تكالبت الدنيا، هو لا يتشكك في طريقه ولا في رؤيته ولا في هدفه ولا في منهجه، هو مطمئن، يعرف أن الأمر بيد الله والنتاج عند الله وأن العاقبة للمتقين، القضية فرغ منها عنده، لا يتأثر. لذلك يكون في غاية السعادة حتى لو جاد بنفسه في سبيل الله عز وجل وفي سبيل نصرة دينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك قالوا احرصوا على العمل الصالح، لأنكم في هذا الهجوم الشديد تحتاجون إلى هذه المعاني الإيمانية. وكما ذكرنا لو تذكرون في أثر العمل الصالح في تحقيق الاستخلاف، في تحقيق التمكين للدين ليسود ويقود، في تحقيق تحصيل الأمن والأمان، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لتحققوا الغاية التي من أجلها خلقتم. فإذا أردتم الاستخلاف، فإذا أردتم أن يسود الدين ويقود، إذا أردتم أن تكونوا في أمن وأمان وطمأنينة وسكينة، لا حزن ولا هم ولا غم من المذموم قطعا، لا شك اعملوا الصالحات، احرصوا على العمل الصالح بفرضه وبنفله. وفي الختام أقول معاشر الأحبة، من أعظم الأمور التي أوصي بها نفسي وأخواني أن نهتم بأنفسنا بالمعنيين. أن نهتم بها يعني في التربية والتهذيب والتصفية والتخلية والتزكية والتحلية حتى ترتقي، وأن نصاب بهم منها. ماذا تقصد؟ أن نصاب بهم من أنفسنا التي قد تتمرد علينا، قد تتفلت منا، قد تجذب الذين يحاربوننا عن طريق الشهوات أو الشبهات أو عن طريق التخويف والتهديد والتلويح وما شبه ذلك. هذه النفس قد تضعف، قد تركن لشهوة أو لهوى، قد تضعف أمام العادات والعرف والتقاليد، قد تخاف من قوة الباطل وسيطرته وإمكانياته. لذلك اهتم من نفسك وبنفسك. اهتم بنفسك يعني اهتم بمعاني التربية والتهذيب والتأهيل والتصفية والتحلية والتخلية والتزكية لتزكو، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. واهتم منها، بمعنى خف من نفسك، لأنها في أصلها متفلتة متمردة، تحب الراحة، تكره التكاليف والأوامر، تريد أن تقعد تقول لك أقعد، تتأثر بأي شيء. إذا لم تكن منتبها رسبت وسقطت في طريقك إلى الله عز وجل. عباد الله، إذا استشعرنا هذا المعنى وحولنا الهم والغم والحزن إلى محمود، سيكون لنا طاقة تدفعنا إلى الأمام دائما، إلى الأداء الأمثل، إلى نعم الأداء الأميز، إلى أن نبذل كامل الجهد والطاقة في سبيل نصرة ديننا ونصرة نبينا. نعم، ما أحوج لهذا المعنى في هذه الغربة. عليكم باللجوء إلى الله والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك بالقط الملعون يا رب العالمين. اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بزواله، اللهم عجل بأخذه يا رب العالمين وأعوانه. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم في العراق وفي أفغانستان والشيشان والصومال والسودان وفي كل مكان وفي بورما يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه لنصرة شريعتك يا رب العالمين. اللهم وفقه لتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقه أهل الخير والصلاح والتقى الذين يقفون من خلفه ومن ورائه ناصحين، نعم داعين له، متضرعين لله تبارك وتعالى لنصرته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، معذرا عن الإطالة، وقين الصلاة.